أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الصحة حياة. موضوع الحلقة لليوم بدنا نهتم بتفاصيل كتير متعددة بصحة الفم. الصحة الفموية اليوم كتير مهمة لأنه مثل ما بنعرف صحة الجسم من صحة الفم والأسنان. تفاصيل كتيرة ومتعددة عن مشاكل الأسنان وأيضا اللثة وكيف نستطيع العناية بالصحة الفموية من أجل الحصول على السلامة العامة. معنا الدكتور فائق بدر أستاذ في جامعة تشرين في كلية طب الأسنان وأيضا رئيس قسم طب أسنان الأطفال. نقول لك سعد أوقاتك دكتور وأهلا وسهلا فيك بحلقة اليوم. على صباح الخير وكل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية. يسعد اوقاتك دكتور وكل عام وانت بالف خير. اليوم مثل ما بنعرف دكتور يعني مشاكل الاسنان كثيره، يعني نحن كلياتنا بنعاني من مشاكل متعدده ربما بجهل بعض اسباب يعني هيدي المشاكل او قله العنايه بالصحه الفمويه، لكن بدنا نعرف من حضرتك شو مشاكل الاسنان العامه؟ الحقيقه هو يعتبر الفم مثل ما اسلفتي هو مقدمه الحياه، فبدايه الحياه تكون بصرخه وهذه الصرخه تكون من خلال الفم. وتوديع الحياة أيضا يكون بأن الإنسان يفتح فمه مبتسما أيضا لمغادرة الحياة. وأول المنعكسات التي تولد مع الإنسان هي منعكسي المص والقبض. منعكس المص هو مص حلمة الثدي للسيدة أمه للطفل، فإذا تتم من خلال الفم. ثانيا التعبير عن الفرح وعن الحزن يتم من خلال الفم. إذا للفم والأسنان مجموعة كثير من الوظائف، أولا مثل ما حكينا هي الحياة التغذية، ثانيا الابتسامة، الكلام، الجمال، الرضا عن الحياة، الأطباق، كل هالأمور هي فهي بيكون من مهام الفم والأسنان. وللأسف لا يعنى أو لا يأخذ الفم ومحتوياته الاهتمام الكبير سواء كان بالمراحل الدراسية الأولى في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وثمة دروس قليلة جدا في مناهج التدريس الابتدائي والإعدادي التي تتناول هذا الموضوع. هذا يعني أن الصحة الفموية كلما كانت جيدة كلما كان الإنسان قادرا على التعبير عن ذاته بشكل أكثر خلال رضاه عن نفسه، أنه يتناول طعامه بشكل جيد، وبالتالي ممكن ينعكس ذلك على سعادته وعلى حياته بشكل عام. نعم، مقدمة جميلة دكتور، الله يسلمك عليها. تعريفك بصحة الفم والأسنان هي فعلا مدخل الحياة كما ذكرت، لهيك الاهتمام ضروري ضروري جدا. لكن ضروري بالبداية جدا دكتور نتعرف على مشاكل الأسنان بيعانوا منها أغلب الناس من تسوس وألم الأسنان. هو الحقيقة في مشاكل متعددة بتطرأ أو ممكن يتعرض لها الفم والأسنان. هلا يأتي في مقدمة هذه المشاكل أو هذه الأمور هو نخر الأسنان، وبين قوسين كلمة تسوس هي كلمة عامية فيفضل استخدام كلمة نخر الأسنان. فأول الأمراض هو وباء عالمي نسبة انتشاره من أكثر من أي مرض كان هي نخر الأسنان بالدرجة الأولى. ثانيا مشاكل اللثة والتهاباتها. في عنا بعدين مشاكل تطورية، ممكن هالمشاكل التطورية تصيب الأسنان بشكل خاص، وممكن شيء تصيب المركب الوجه الفموي كمثلا شقوق الشفة وقبة الحنان. أيضا في هناك بعض الأمراض اللي ممكن تصيب الحفرة الفموية مثل السرطانات اللي لا سمح الله يعني إن شاء الله ما حدا يصاب بها. إذا في عنا نخر في عنا أمراض لسه، في عنا اضطرابات تطورية، وفي عنا أيضا السرطانات. هي أهم الحقيقة المشاكل والأمور اللي بتصيب الأسنان والفم. نعم دكتور، إذا بدنا نحن نشرح بشكل عام، ذكرت نخر الأسنان يعني نعم. هو الأكثر ربما شيوعا، فبنحكي عن أعراض هاي الحالة دكتور، وكمان بدنا نحكي بالتفصيل بالطرق العلاج. هلأ نخر الأسنان الأكاديمية الأمريكية لعلوم طب الأسنان عرفت النخر على أنه مرض وبائي سببه جرثومي يصيب النسج السمنية الصلبة سواء كانت التاج أو كانت الجزر. له عوامل متعددة، هالعوامل إما أن تكون أساسية يعني هي الأساس لحدوث النخر، وفي عنا عوامل ثانوية. هلا العوامل الأساسية لحدوث النخر هي أول شيء وجود الأسنان، لازم يكون في أسنان حتى النخر. ثانيا الجراثيم. نعم. ثلاثة الكربوهيدرات بين قوسين السكريات. أربعة الوقت الزمن اللي بتضل فيها الكربوهيدرات ضمن الفم. خامسا اللعاب. هاي العوامل الأساسية. أما العوامل المساعدة لحدوث النخر هي
ارتصاف الأسنان على القوس السني، الأسنان المتراكبة المزدحمة بتكون نسبة إصابتها بالنخر أكثر من الأسنان اللي بتكون مرصوفة بشكل جيد. العناية الفموية، كلما زادت العناية الفموية كلما قلت الجراثيم كلما قل النخر. العادات الغذائية، كل ما كانت العادات الغذائية منتظمة، وانتظام العادات الغذائية يعني يكون فطور غدا وعشاء. خطورة تكمن بتناول الطعام بين هذه الفترات، لأنه المعروف أنه نحن لما الواحد بيأخذ وجبة الطعام بيقش اللعاب، حموضة اللعاب بتنخفض لتصير حمضي. بعد ما بتنتهي من وجبة الطعام بتستمر حوالي 20 دقيقة بوضع حمضي، بعدين بترجع بتعتدل بتصير 7.5. هلا نحن إذا جينا بعد شوي أكلنا مرة ثانية كمان رح يرجع بقش اللعاب ينخفض، وبالتالي رح يصير الوسط كله حمضي، وبالتالي هذا بيؤدي إلى حدوث نخر الأسنان. إذا فالعادات الغذائية كثير ضرورية وكثير مهمة. الوراثة تلعب الوراثة دور كثير كبير أيضا بموضوع نخور الأسنان. الواقع الاقتصادي أيضا، يعني إمكانية الذهاب لطبيب الأسنان والمراجعات الدورية والمعالجة في بدايتها، يعني في كمان كثير امور، احيانا التعرض او الاصابه ببعض الامراض مثلا كالسرطانات او الليوكيميا والتعرض للاشعه، هالتعرض للاشعه بيؤدي الى نخور اعناق الاسنان لانه بياثر على اللعاب ومفرزاته. كل هالامور هي الاجهزه التقويميه الثابته، نحن بنحط اجهزه تقويميه ثابته، اذا كان المريض غير مهتم هالستراسات او هالحاصرات الموجوده على الاسنان بتمسك او بتلتقط المواد الطعاميه. المريض او الطفل ما عم بيفرش اسنانه بشكل كويس، بعد فتره راح تصاب في عنا نخور اسنان. اذا هي العوامل الاساسيه وهي العوامل المساعده. هلا نسبه اصابه سطوح السن بتختلف. هلا سطح الطاحن للارحاء الاسنان الخلفيه هي اكثر المناطق اصابه بالنخر. نعم. السؤال ليش يا دكتور والله اسنان ابني او اسناني انا النخر الخلفيات بس ليك اسنان الادمانيات كثير كويسين؟ هذا له الحقيقه عوامل متعدده. الاسنان الخلفيه في لها تعرجات، سطح الطاحن مشان تمضغ الطعام اذا سطحها واسع. اثنين، هالتعرجات تحتبس الفضلات الطعاميه بين قوسين اللويحه الجرثوميه. ثلاثه، صعوبه تنظيفها لان قطر فرشايه الاسنان اكبر من قطر هالميازيب الموجوده على سطح الطاحن. صحيح. وبالتالي ما بتتنظف في شكل جيد. اربعه وهو الاهم، إذا نحن بدنا نفرش أسناننا مفروض تقريبا كل مناطق الفم 3 دقائق، بس السرعة وأحيانا يعني العجلة، فالواحد بيحط شوية معجون أسنان بيضرب الأسنان الأمامية وبيضل ماشي الأسنان الخلفية تمام. فلذلك الأسنان سطوح الطاحنة هي أكثر، المناطق الخلفية هي أكثر المناطق إصابة، بعدين عندك المناطق الملاصقة بين الأسنان، يعني بين السنين هالفراغ هو بتوجد فيه اللثة الحليمة اللثوية، تندخل فضلات طعامية ما بينظفها الواحد، بعد فترة تنخر. فالمرحلة أو النقطة المنطقة الثانية هي المناطق الملاصقة. المنطقة الثالثة هي السطوح الفعلية ميازيب فرعية كمان تنصب بالنخر. أقل المناطق إصابة بالنخر هي السطوح الملساء، هي سطوح الاسنان الاماميه، لذلك ما كثير تنصاب بالنخر. نعم دكتور، هاي بشكل عام خلينا نقول تعريف موسع عن النخر وطبعا اماكن الاصابه وشو اسباب الاختلاف. هلا دكتور في الم الاسنان ربما هي اعراض لمشاكل اخرى. نعم. بالاسنان. هلا نحن راح نقول المصطلح القريب بين الناس، هو بيقولوا لك مثلا وانا قاعد فجاه لمع ضرسي او لمع السن، فهيدي الحاله كمان دكتور شو بتكون اسبابها؟ هلا يعني الالم بالتعريف هو رده فعل تجاه عامل مؤذي معين. نعم. كل الناس بينصابوا فيه، لكن التعبير عنه، انت بتعبري عن الالم بطريقه وانا بعبر عنه بطريقه والاخر بيعبر عنه بطريقه ثالثه، اذا هو رده فعل. يصنف الم الاسنان بالمرتبه الثالثه من حيث الشده بعد الم الذبحه الصدريه، الم القولنج بين قوسين الكلوي او المراري. نعم. بعدين بتجي الم الاسنان. فإذا ألم الأسنان هو من الألم الشديد جدا. بالولايات المتحدة الأمريكية هناك دراسة بحدو عدد كبير من الناس بينتحروا بسبب آلام الأسنان. نعم. شو سبب آلام الأسنان؟ طبقة السن أو السن، تاج السن بتكون من طبقة خارجية هي طبقة الميناء، هي عبارة عن طبقة من الأملاح المعدنية بنسبة كتير عالية تصل إلى 97-98%. الطبقة الثانية هي طبقة العاج.
طبقة العاج متصلة مع طبقة اللب، اللب في نهايات عصبية، فلما النخر أو الرب نخر، خلينا نحكي بمجال النخر، لما النخر بيجتاز منطقة المينا اللي هي سماكتها بحدود 2 مليمتر، نعم، يصل إلى العاج. العاج في أنابيب تسمى الأنابيب العاجية، ضمن هالأنابيب العاجية في ألياف اسمها ألياف تومز. الحقيقة هالألياف تومز هي أزرع للدفاع عن السن. أزرع لمين؟ أزرع للخلايا المصورة للعاج الموجودة باللب. الخلية قاعدة هون بس بعتي مراقبة لهون، نعم، من خلال هالليف هذا. فهلأ لما بوصل بيجتاز النخر منطقة الميناء بوصل على العاج، تنتقل التأثيرات من خلال هالأقنية العاجية تتوصل إلى اللب، وبالتالي بيصير الإنسان يشعر بالألم. الألم بيختلف إذا كان ألم احتقان لب، إذا كان ألم التهاب لب حاد، إذا كان ألم التهاب لب مزمن، إذا كان التهاب رباط. نعم. هلأ إذا بدنا نحكي نحن عن ألم التهاب اللب، احتقان اللب، احتقان اللب شو هو؟ النخر وصل لهون لمنطقة اللي بيسموه الملتقى المينائي العاجي، بلشت التأثيرات تنتقل على اللب، اللب تزداد كمية الدم الواردة عليه، هذا هو الاحتقان. إذا الاحتقان زيادة كمية الدم الواردة إلى اللب، زيادة كمية الدم الواردة إلى اللب يعني في مشكلة. اللب موجود ضمن جوف صلب هو العاج تماما، واللب ما في ألياف مرنة مثل الجلد، إذا منشده بينشد، ما في ألياف مرنة، هو عبارة عن نسيج ضام بيحتوي على نهايات عصبية، بيحتوي على شرايين، بيحتوي على أوردة، بس ما في ألياف مرنة. إذا إجت العوامل اللي هون المخرشة انتقلت صارت للب، صار في عندنا احتقان. شو هي أعراض التهاب الاحتقاني؟ يعني عفوا الألم الاحتقاني شو أعراضه؟ تمام. ألم عفوي، ألم مسار. الألم المسار أكلتي، شربتي مي باردة، شربتي مي سخنة، انتقل التأثير وصل إلى اللب، وبالتالي صار في عندنا ألم بيستمر عدة ثواني وبيروح احيانا متقطع. بتاخذي لك حبه سيتامول بيمشي الحال، بتنظف هالحفره هالنخر الموجود ضمن العاج، فبيهدى الالم وبيمشي الحال، او انك بتروح عند الدكتور بيرممه. لكن هلا تطورت الحاله، تقدم النخر، تجاوز منطقه العاج، وصل الى اللب، بلش التهاب اللب الحاد. التهاب اللب الحاد هون المشكله الالمية الرهيبه والفظيعه. اولا بيكون الم نابض تابع لضربات القلب، لما الواحد بتسطح بيزيد. ثانيا عفوي الألم ومثار، يعني ممكن في سبب وما في سبب بيصير في ألم. لهيك دكتور بيقولوا لما أنا بقعد أو بيكون بوضعية ركود معينة فبيبلش الوجع. ليش؟ لأنه لما مرتبط مع ضربات القلب تماما، لما بيكون الواحد عم بيشتغل فالنشاط والحركة بتمتص هالأمرها. تمام. أما لما بتقعد بيصير الأمر موجع. هو ألم عفوي ومثار بنفس الوقت، يستمر لفترة عدة ثواني ومن ثم يزول. نعم. هلا هذا اللي بيزداد بالاضطجاع وبالليلا، يعني اي الم يوقظ المريض خلال الليل هو الم لب، يعني الم في احد الباب الاسنان يجب البحث عنه. الالم بده يكون هذا التهاب اللب الحاد. كمان المريض ما عنده وقت همل الموضوع، صار راح يصير في عندنا التهاب لب مزمن، يعني اللب بلش يتموت، بلش يتشكل تموتات، تموت ضمن اللب، بلشت تشكل خراجات، بلشت تشكل عندنا الآفة الذروية. فأحيانا بنتقل هالمشكلة هي إلى ما يعرف بما حول الجزر أو الرباط. آلام الرباط هي آلام مسارة بالقرع، يعني بيضرب الواحد سنه بيوجعه، بحس إنه سنه أطول من بقية الأسنان، بياخذ مسكن ما بيستجيب، ما بيهدى على المسكن. في حين ألم اللب تاخذ لك حبتين سيتامول بيمشي الحال، أما ألم الرباط تاخذ ثلاث حبات سيتامول وتاخذ بروفين وكذا ما بيمشي الحال، فما بيهدى الألم. إذا فألم الأسنان هي هو من الآلام الصعبة اللي يعني بتقض مضجع الواحد، ما بتخليه ينام، ألم شديد، بتخليه عصبي جدا، أحيانا بتوصل مثل ما قلت إلى الانتحار في حالات الشدة. لذلك مفروض أي مشكلة تظهر على الأسنان بتغير باللون، تغير بكذا، مباشرة نراجع طبيب الأسنان. ومثل ما قلت لك أي ألم، الألم على البارد خاصة، يعني ألم الساخن ننساه، اما الم البارد والله انا اخذت كاسه مثلا
اكلت بوظه لها مع سني، اذا في مشكله حقيقيه يجب البحث عنها، يجب متابعتها، لانه يجب والله متابعتها. الم الاسنان حقيقه دكتور مؤلم وبشع فعلا مثل ما بتذكر دكتور، يجب المتابعه مشان ما يصير في عندنا مضاعفات طبعاً. فيما بعد. لكن هلا هون بنجي قبل ما ننتقل على محاور كمان اساسيه دكتور، بالنسبه للتشخيص عرفنا شلون الاسباب، نحن من خلال اي شعورنا بالم معين بالاسنان مباشره توجه الى طبيب الاسنان وبعدين بشخص الحاله المناسبه. بالنسبه لعلاج هذه الحالات دكتور، يعني هل هي بحاجه لعلاج طويل او علاجها ممكن يكون مؤقت، ممكن ان يعود الم الاسنان مره اخرى بعد علاجه؟ هلا لك، يعني نخر الاسنان هو مثل ما حكينا هو ديناميكي يعني متطور، فعم بيتطور اذا لم يواجه. هلا هو يعني الحقيقه يمكن نحن انه التشخيص في بعض النخور اللي يمكن تصيب الاسنان المريض بحد ذاته ما بيقدر يشوفها، او ممكن يشوف نقطه صغيره سوداء على سطح سن من الاسنان، لكن ممكن تكون عميقه ومنتشره بشكل كثير كبير. اذا لابد من اجراء يعني مراجعه الطبيب، فحص سريري عياني، اجراء صور شعاعيه سواء كانت زرويه ولا كانت بانوراميه، تتوضح الحاله. لكل وضع علاجه. هلا عندما تكون النخور بدئيه يعني نخر بسيط، يمكن تجريف هالنخر وازالته بحفره معينه وترميمها بالماده المناسبه. كل ما يعني تم التاخير عن المعالجه كل ما كانت النتيجه اصعب وكل ما كانت النتيجه غير مضمونه. هناك دراسه اجريت بالهند وبفتره بال 2018 على ما اذكر، بتقول لك 75% من المعالجات اللبيه، نحن لما بنستأصل اللب 75% من الحالات احيانا تكون فاشله، وبالتالي كلما كان يعني العلاج ببدايته كلما كان اسهل على المريض، نتائجه بتكون افضل، انذاره بيكون افضل، وتكلفته بتكون افضل، لانه مثل ما في مثل بيقول انه اعظم النار من ابسط الشرار، يعني عود كبريت بشع على الغابه، فانا اذا طفيت العود الكبريت في بدايته بيتم الامر وبيمشي الحال. فاذا كنا نحن عالجنا الامور في بدايتها ما بتتطور الامور وبيمشي الحال بشكل سحب اللب دكتور هو نفسه سحب العصب؟ سبق تماما، لكن من الخطا يعني هذا مثل موضوع تسوس الاسنان، هي كلمه عامه اسنانه مسوسين. نعم. استئصال اللب، اللب هو عباره عن نسيج ضام بيحتوي العصب وبيحتوي اوعيه دمويه، اوعيه وشرايين. نعم، ليس فقط العصب، مو بس عصب ولا سحبنا العصب، لا. نعم. لا. نحن للتوضيح بمصطلحات قريبة أو المعروفة للمشاهدين، هو علميا. نعم. أما بالدارج نسحب عصبه للسنة. نعم تماما، هي هي دكتور. نعم. وكثير في حالات بتكون دائما ترهيب وخوف من طب الأسنان أو علاج الأسنان، هي بدنا نحكي عنها بنصائحنا بالصحة الفموية. لكن بعد ما انتقل لمحورين كثير هامين كمان دكتور، في كثير من الناس بيعانوا من جفاف الفم بشكل عام أو رائحة الفم الكريهة، بيكون هو أكيد سببها ممكن مشاكل بالأسنان، فنحكي عن هالمحورين كمان لحتى نوضح اكثر اسبابها وكيف كمان نحن قادرين نتخلص من هيدي الحالات. هلا اللعاب هو عباره عن السائل او الفيزيولوجي اللي بتطرحه او بتفرزه الغدد اللعابيه الموجوده ضمن الحفره الفمويه، ومثل ما بتعرفي الغدد اللعابيه نوعين، غدد لعابيه اساسيه وغدد لعابيه ثانويه فرعيه. الغدد اللعابيه الاساسيه الغده النكفيه، الغدد تحت اللسان. نعم. بعدين الغدد الثانيه المتوزعه بقبه الحنك وبباطن الخد. هلا اللعاب لما عم بينفرز فهو له فوائد كثيره، بيساعد اولا على التنظيف الغريزي للاسنان، بيساعد على النطق، بيساعد على المضغ، بيساعد على الهضم، لانه في بعض الانزيمات الموجوده ضمن اللعاب فبتساعد على عمليه الهضم. هلا احيانا ممكن يصير في عندنا جفاف بالفم اما لاسباب مؤقته او لاسباب مرضيه عامه. هلا الاسباب المؤقته شو ممكن يكون؟ مثلا الخوف، ممكن الواحد يصير في عنده جفاف باللعاب. القلق، تمام. الحب، واحد بيتعرض لموقف عاطفي بيصير جفاف باللعاب. نعم، جفاف اللعاب وليس جفاف عاطفي. لا. جفاف اللعاب. هلا ايضا في اما بعض الاشياء المرضيه فممكن مثلا في عندك داء السكري بيؤدي الى جفاف. نعم. بالفم، غياب الغدد اللعابيه او مشاكل بالغدد اللعابيه، احيانا وجود حصات بتسد مجرى القناه اللعابيه ما بيصير يوصل اللعاب الى الفم، فهذا بيؤدي الى جفاف اللعاب. احيانا تناول بعض الادويه بيؤدي الى جفاف الفم، وهذه كلياتها عباره عن يعني اشياء مؤقته بتؤدي. نعم. الى جفاف الفم. لما الواحد بجفاف الفم بيصير في عنده صعوبه بالبلع، بيصير في عنده صعوبه بالنطق، احيانا نتيجه التعرق الزائد كمان بيصير في شويه
جفاف بالفم، لذلك يتم التعويض عنه باخذ السوائل بدراسه تعرض للاشعه. هلا بعض الاطفال اللي عندهم ليوكيميا ابيضاض دم اللي بيتعرضوا كثير للاشعه بصير في عندهم جفاف بالفم وبصير في عندهم نخور بالاسنان نتيجه جفاف الفم. هاي بشكل عام اكثر الاسباب. اما بالنسبه لبخر الفم كمان رائحه الفم او بخر الفم هي كمان اما ان تكون عرضيه يعني عابره او ان تكون مرضيه. هلا رائحه الفم العرضيه مثلا تناول بعض الادويه، انا اخذ دواء معين بيحكي بيطلع مثلا فيتامينات بي كومبلكس تعطي هالرائحه، حتى ممكن تنشم رائحه فيتامين بي كومبلكس بالبول او بالتعرق. واحد، اثنين، بعض الاطعمه الثوم، البصل، بسطرمه، بتاكلي بسطرمه بتطلع رائحه الثوم تحت قبطه. احيانا ايضا رائحه الفم العرضيه، مثلا انا عم عالج اسناني عند احد دكاتره بحط ماده، هذه الماده بتطلع ريحتها هي مؤقته كلياتها هي بتروح. اما رائحه فم الصائم تمتنع عن الطعام بيؤدي الى انه رائحه فم، هلا هي كلياتها عرضيه بتزول. اما في عندك رائحه الفم المرضيه هي الناتجه عن وجود التهابات باللثه، وجود جيوب لثويه، جيوب اللثويه تحتوي على مفرزات، تحتوي على قيح، بيكون في دم، هذا الدم اثناء الحديث فبتطلع رائحه منا جيده. هي واحد. اثنين، نخور اسنان غير معالجه، النخر عباره عن حفره تجمع فيه الفضلات الطعاميه، بتتخمر الفضلات الطعاميه بتطلع ريحتها. مرض السكري مثل ما قلت لي بيطلع رائحه الفم بسموه رائحه فم الخلونيه. كل هالامور هي اسباب مرضيه. الحقيقه اذا تم معالجتها بشكل جيد، يعني عالجنا النخور، عالجنا التهابات اللثه، ننتهي من هالمشاكل. بس احكي كلمه واحده، حتى صدق. في اوروبا حاليا لا يعتبر السكري مرض، لا يعتبر مرض، لكن نحن متوهمين منه ومنخاف منه. هو عباره عن شغله استقلابيه نظم حياتها وكذا، حتى رائحه الفم بتروح. لذلك اللي بتلاحظي نحن براجعنا ناس لعياداتنا مصابين بالسكري، كل الاسنان وعم بتهز، وبيقول لك يا دكتور والله ما فيني عم ببوسها لمرتي بسبب هي. اهتم شوي، راجع بشكل مضبوط، امور كلياتها بتمشي وتنتهي. اذا فيعني رائحه الفم وجفاف الفم ممكن السيطره عليهم اثنيناتهم. نعم، اذا بمعرفه الاسباب دكتور دائما قادرين على السيطره على المشكله. نعم. دكتور بدنا ننتقل للموضوع كثير كمان هو هام، نحن الصحه الفمويه وثقافه اليوم المجتمع حول الصحه الفمويه ابتداء من الصغر، يعني نحن لما نتوجه للاطفال بالعنايه بالاسنان او الفم بشكل عام، فنحن قادرين على حل كثير من المشكلات بما يخص الفم. لهيك دكتور بهذا الموضوع كمان كيف بتحب تتوجه بثقافه اليوم الصحه الفمويه؟ يعني الحقيقه اذا بدي احكي عن هذا الموضوع، الموضوع حكينا فيه مطولا واكثر من مره، سواء كان اعلاميا او حتى كان اكاديميا بالجامعه. هلا تبدا العنايه بالصحه الفمويه مما قبل الحمل، حتى من وقت اختيار الشريك او الطرف الثاني. كيف بدك تسالي يعني كيف والله دكتور؟ تماما يعني تماما. فهلا اولا امراض الوراثيه، يعني انا لما بكون اثنين بدهم يرتبطوا مع بعض، شو المانع ان يعرفوا شو الامراض الوراثيه الموجوده عندهم والموجوده عند الطرفين؟ وبالتالي لما نحن بنختار الحوض المورثات النقي والصافي بيطلع عنا ولد سليم. نعم. هلا مثلا لما بيكون في عائله سكريه للعريس مع آلسة للعروس، بالتاكيد رح يكون في هناك اصابات مشاكل. وبالتالي رح يكون في عندنا مشاكل بالفم والاسنان. ثانيا خلال فتره الحمل، هلا حتى قبل المراه ما تفكر بالحمل، في اوروبا مفروض تزور ثلاث اطباء، تزور طبيب النسائيه للتاكد من امكانيه وسلامه وامكانيتها للحمل، اثنين طبيب القلبيه، ثلاثه طبيب الاسنان، طبيب الاسنان حتى يفحص الفم ويشوف في مشاكل بسيطه يمكن ان تتطور خلال فتره الحمل، وبالتالي بصير صعوبه معالجتها فبتعالجها في البدايه. نعم. بعدين خلال فتره الحمل كثير من الامهات بيحرصوا على نوع معين من الطعام على كذا، يجب على المراه الحامل ان تاخذ كل انواع الاطعمه لكن بشكل متوازن ومدروس. نعم. بعدين خلال الحمل مش الحال، لانه لما المراه ما بتاكل الاكل وما بتاكل الاكل، بالتالي هي عم تحرم الجنين من قيمه غذائيه معينه ممكن يكتسبها بدها تاثر فيه فيما صحيح. بعد بالمستقبل. حتى الولاده، عمليه الولاده ايضا خطيره وضروريه جدا، مثلا اهتمام بالولاده، الولاده القيصريه الى اخره، كمان بتاثر على الاسنان. الرضاعه، الرضاعة الطبيعية والرضاعة من البيبروني، حتى الرضاعة الطبيعية صح مفيدة لكن لها مشاكل ومضار عديدة، يجب أن تكون مدروسة
منتظمه، مو رضاعه غب الطلب قيمه ما بيكل الولد تحط الام صدره بفمه، لانه هذا بده يسبب نخور طفوله المبكره، رح يعمل كثير مشاكل بالاسنان. اوكي، كل هالامور كانت ايجابيه. مع بزوغ اول سن بيتم الطفل، يجب الاهتمام باسنانه. كيف؟ بانه الام بعد وجبه الطعام بتربط قماش مبلله بتنظف له اسنانه، بعد عمر 3 سنوات بيطلعوا كل الاسنان المؤقته. تفريش الاسنان تقليد الى جانب كونه مهاره. لما الطفل بيشوف امه وابوه عم بفرشوا اسنانهم بده يحاول يقلدهم، وبالتالي بفرش اسنانه. مهاره بتجي الام اول شيء بتفرشي له الاسنان وبتبلش، وبعدين هو بيكمل بيتدرب. لازم تكون كميه المعجون المحطوطه على الفرشاي للاطفال حجم مسحه صغيره، للكبار حبه الفاصوليا، حبه البازيلا بتنحط. اما اذا كانت كبيره فهذا راح يكون مانو كثير مفيد. اذا تفريش الاسنان عكس الشائع بيفكروا اذا ممكن كان في كميه كثير كبيره من المعجون لانه لا، هي يجب ان تكون عند البالغين حبه بازيلا. نعم، عند الصغار بمعايير دقيقه جدا. حتى طريقه ايضا تنظيف في فراشي اسنان ملونه، فالشعرات بتكون ملونه، حجم المعجون يجب ان يكون بحجم الحزمه الملونه. نعم. نعم. بعدين اذا هلا بالطفل لازم ناخذه زيارات دوريه لعند طبيب الاسنان. طبيب الاسنان بيشخص بشكل مبدئي مبكر النخور، مشاكل الاطباقيه، بزوغ الاسنان بشكل جيد، كذا الى اخره. بيعالج النخور، بيعالج سوء الاطباق، مثل ما حكيت ببدايه كلامي انه اذا كانت الاسنان مرصوفه بشكل جيد ما بتعود وبتنخر. هلا في شغلات وقايه بسموها وقايه ذاتيه، في وقايه احترافيه. هلا الوقايه الذاتيه هي موضوع تفريش الاسنان، استخدام المضامد الفمويه، الخيط السني، خيط بين الاسنان، هذه كلياتها ذاتيه. اما الاحترافيه هي اللي بتتقدم بعياده طبيب الاسنان، مثلا انه يطبق لك الفلور، تطبيق الفلور يطبق لك الماده الساده للوهاد والميازين. الفلور هو عباره عن ماده تطبق على الاسنان بتحمي السطوح الملساء، ما بقى بتنخر، بيخليها تكون متمعدنه بشكل قوي. الماده الساده للوهاد والميازين مثل المناجير، انت بتحطي حتى تدعمي اسنانك، هاي بتنحط على مناطق الاسنان الخلفيه، ما بتخلي الجراثيم بقى تنزل بهالميازيب الصغيره وتعمل نخر. اذا هاي كلياتها امور احترافيه، فاذا العنايه الذاتيه والعنايه الاحترافيه بيودوا بالنهايه الى اسنان سليمه. وانا بدي اقول لك شغله وحده، انه الاسنان المؤقته سميت مؤقته لانها بدها تروح. والاسنان الدائمه سميت دائمه لانها بدها تبقى مدى الحياه. وهون الخطا، ولازم البحث ذاتيا، انا كمريض وانا كطبيب كيف بدي احافظ على اسناني وعلى اسنان غيري. نعم دكتور، ما انك ذكرت هاي النقطه، هون الخطا الشائع عند كثير من الامهات او الاهالي خلينا نقول بشكل عام، بانه اسنان مؤقته هي بدها تروح، يعني بده يفرم الولد. نحن عم نحكي بمصطلح قريب من الناس، فلما بده يفرم هون الولد ما في داعي انا بعالج السن اللي بيكون يعني مصاب. فهيدي كمان حالة خاطئة بتوقع. هذه الفكرة خاطئة جدا جدا. نعم. جدا. إذا بدك أنت تزرعي وردة يجب أن تكون تربية جيدة، فحتى الولد يطلعوا الأسنان الدائمات بشكل كويس لازم تكون الأسنان المؤقتة بشكلها كويس، خصوصا أنه الأسنان المؤقتة هي الطفل بده ياكل. الطفل في كثير من الأطفال بيغيبوا عن المدرسة، أنا بيراجعوني أطفال على المدرسة، والله أنا دكتور مرة على المدرسة رفقاته عم يضحكوا عليه أنه سنه الأمامية رايحة، بيقولوا له أبو الشباك. سنه منخور أبو شامة، أو الأسنان فوق بعض، أو الأسنان فوق بعضها. إذا الأسنان المؤقتة ضرورة، يجب مثل ما حكيت من بزوغ أول سن بفم الطفل أنه نهتم بنظافتها ونهتم فيها. الحقيقة في هناك فوبيا، رعب من طبيب الأسنان. هلا نحن بالجامعة أعطينا أكثر من بحث حول الخوف من طبيب الأسنان، خوف من طبيب الأسنان سببه أنا كطبيب، سببه الأم كأم، وسببه الأقران بالمدرسة، وسببه أيضا أنا آسف ويعذروني أساتذتنا المعلمات بالمرحلة والمدرسين مدرسة المرحلة الابتدائية. ما في ولا مقرر بيحكي عن طبيب الأسنان إلا بس بحث واحد، طبيب الأسنان صديقي. السيدة الأم بتروح لعند طبيب الأسنان، ترجع على البيت بتنقل مشكلتها اللي صارت، ضربها ابره، الم، توجعت، تجي بتحكي بالبيت توجعني دكتور الاسنان كذا. فالطفل في مرحله تطوريه بيقول مي تو، وانا ايضا وانا بخاف كمان من طبيب الاسنان بدون ما يمر بهذه التجربه. صحيح. رفقاته بالمدرسه، والله رحت لعند دكتور الاسنان وضربني ابره وحفر لي بالوز ووجعني وكذا، فبيطلع هذا الولد بخاف كثير. فاذا مهمه طبيب الاسنان والصحه المدرسيه
وأنا الآن بتوجه بكلامي للصحة المدرسية، أنه زيارة أطباء الأسنان للمدارس والشرح أنه طبيب الأسنان كويس، طبيب الأسنان بده يعمل لك أسنانك كبير وأسنانك قويين مشان تاكل وتصير بطل ولاعب كرة قدم ولاعب كرة سلة وكذا، فبالحالة هي بنقضي على المخاوف على القلق تماماً. وبيمشي الحال. في هناك مشكلة بدي بلفت نظر إلى كثير من الأمهات في سن اسمها الرحى الأولى الدائمة. الرحى الأولى الدائمة تبزو بعمر 5 سنوات 5 سنوات ونصف. يعتبر الأهل أن هذه السن هي سن مؤقتة وسوف تسقط مع بقية الأسنان. للأسف هذه السن هي سن دائمة ولن تتعوض على الإطلاق. وأجريت دراسة بمنطقة القدموس، تبين على أنه 83% من الأطفال اللي عمرهم أقل من 10 سنوات عندهم إما نخور كبيرة أو فقدان بالرحى الأولى الدائمة. بالاستجواء تبين على أنه الأمهات بيعتبروها شو؟ رحى أولى أو رحى مؤقتة، وبالتالي بيهملوها. لذلك يجب الاهتمام بهذه الرحى من 5 سنوات ونص. أنا بشوف إذا عم بيطلع له سن جديد، طفل عنده 20 سن بعمر 3 سنوات، طيب صاروا 21، معناتها هاي الجديدة دائمة. مفروض أنا أهتم فيها وأبحث عنها. وهي الحقيقة مو مسؤولية بس الأهل، مسؤولية معلمات المدرسة ككل. مجتمع ككل. دكتور، إذا التدعيم أساسي وضروري كما ذكرت في بنية أساسية، فنحن نحصل على أسنان سليمة منذ طبعا الطفولة. يجب الاهتمام مثل ما ذكرت يعني من تنظيف اللثة أو بذوغ السن الأول. يعني هي تفاصيل كثير مهمة دكتور، إن شاء الله يا رب يكون المشاهدين استفادوا من هذه المعلومات والاهتمام أكثر بالصحة الفموية. إضافة دكتور بنصائح بتحب تضيفها بختام هذه الحلقة؟ النصائح يعني أنا نصيحة سواء كان للكبار ولا للصغار، هلا أول شيء اتباع ثقافة الغذائية كثير مهمة. إذا الغذائية مهمة، الغذاء المتوازن والغذاء المنتظم، هي واحد. اثنين، عدم إدخال الطعام على الطعام. إدخال الطعام على الطعام مضر صحيا ومضر سنيا، لأنه مثل ما حكيت أنا بين الفطور وما بين الغداء، ما بين الغداء وبين العشاء، يعني يجب الإقلال قدر الإمكان من تكرار تناول وجبات الطعام. الإقلال قدر المستطاع من السكريات. أنا حاولت وإن شاء الله الآن هي مشروعنا القادم لإيجاد يوم في سوريا شوغر فري، يعني بدون سكر. لازم بسوريا نعمل يوم عند الأطفال بدون سكر. حلو. أيضا من النصائح اللي ممكن تقدمها هو الزيارات الدورية. لما الواحد بده يتصور بيبتسم حتى يبدو جميل، يبتسم حتى يبينوا أسنانه، يبتسم كي تبدو أسنانه بيضاء. كيف ممكن تكون أسنانه بيضاء؟ بمراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري وبشكل منتظم، معالجة الأمور في بدايتها. كل ما كانت المعالجة في بدايتها يعني بتكون النتائج أفضل، عدم الانتظار إلى مراحل متقدمة حتى تكون الأمور. في شغلة كمان كثير مهمة هي التخصص. يعني أنا كطبيب أسنان أطفال أنا لا أتدخل أحيانا كثيرة مثلا بزرع الأسنان، ولا اتدخل احيانا كثيره بمثلا معالجه كسور الفم والفكين. فاذا هي كمان ايضا ثقافه مجتمعيه، ناخذ الاطفال لعند طبيب الاطفال، الكبار لعند طبيب مثلا المداوات، لعند طبيب التيجان والجسور، وبالتالي تخصص. تكتمل هالدائره الطبيه والدائره الثقافيه ما بين الطبيب وما بين الاهل. أكيد دكتور، بهذه النصائح والمعلومات نحن بنشكر حضرتك للمعلومات اللي قدمت لنا إياها اليوم حول صحة الفم بشكل عام، وإن شاء الله أكيد نتمنى السلامة للجميع بخصوص هذا الموضوع. شكرا لك دكتور فائق بدر، حضرتك أستاذ في جامعة تشرين كلية الطب وأيضا رئيس قسم طب أسنان الأطفال. شكرا لحضرتك. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا للمستمعين. شكرا لك. بهذه المعلومات والنصائح مشاهدينا أكيد بنتمنى سلامة الجميع. مثل ما ذكرنا إذا الصحة أو صحة الجسم من الصحة الفموية، هيك الاهتمام كثير ضروري منذ الصغر بالأسنان من أجل الحصول على أسنان سليمة وصحية. عافاكم الله وعافانا من كل مرض. إلى اللقاء.